بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد أرسل لي عدد من الإخوة قضية ما كنت أظن أن بعض طلاب العلم يتورط مثل هذا التورط، ألا وهو قياس ما يجري في غزة اليوم من عملية إبادة جماعية لأهل الإسلام من قبل الكفار الصرحاء المجمع على كفرهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين، على ما جرى ويجري في بلاد الشام أو في اليمن أو في ليبيا أو في غيرها، وذلك أنهم يقولون إن هذه فتنة وإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. تصور، يعني يريدون أن يجعلوا نتنياهو حاكما للمسلمين متسلطا عليهم، فيجري على هذا ما يجري على هذا هذا، والعياذ بالله من الضلال المبين. أشخاص الحكم في بعض البلاد الإسلامية في ذواتهم ربما بعضهم بينه وبين ربه سبحانه وتعالى مثل عبد الله بن أبي بن سلول، بل هو شر من عبد الله بن أبي بن سلول. ربما يكون هذا، ربما يكون ضالا كافرا ملحدا لا يعبد الله ولا يسجد له، ويأتي أمام المسلمين يتوضأ ويصلي ويقيم الجمعة والجماعة، هذا قد يكون واردا. هل هذا مثل الصهيوني الصريح في عداوته للإسلام الذي يريد إبادة خضراء المسلمين؟ هل الجيوش التي قاتلت وتقاتل في بلاد المسلمين وهي فيها التجنيد الإجباري، ما معنى التجنيد الإجباري؟ معناه يفرض التجنيد على كل من جاوز سن 18 أو أكثر حسب ظروفه ودراسته ونحو ذلك، وهذا إنسان مسلم ويصوم ويصلي ويعبد الله تعالى وليس له من سبيل للخلاص من هذه الورطة التي يورط فيها ملايين الشباب المسلمين في بلد مسلم تقام فيه الجمع والجماعات وشعائر الإسلام، والكل يقول أنا مسلم صادقا كان أو كاذبا. قياس هذا على ما يجري في بلاد الكافرين، وقياس ما يجري في بلاد الكافرين على ما يجري في بلاد المسلمين، هذا من الزيغ والعياذ بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول الشيخ البوطي أفتى بعدم الجواز، جواز الخروج المسلح في سوريا. طيب، إذا كانت مرجعيتك الشيخ البوطي، الشيخ البوطي أفتى ويفتي وتسجيلاته، وقد كنت حاضرا له بوجوب نصرة أهل غزة وحماس تحديدا، أنا كنت حاضرا في الجامع الأموي يوم بدأ جمع التبرعات، وأقولها يعني الناس تفاعلوا معه تفاعلا كبيرا. إذا كنت ترجع للشيخ البوطي، الشيخ البوطي هو صاحب ضوابط المصلحة، الشيخ البوطي كان يرى الظلم الواقع في البلاد ويرى ما حصل فيها ويرى العدو الأخطر المتربص بالبلاد الذي يريد بقاء الظالم مع تمزيق البلاد، وهذا الذي قد حصل. وقد كانت نظرة الشيخ البوطي الصائبة شئت أم أبيت. أنا لا يعجبني كلام كثير من كلام الشيخ البوطي في هذا الشأن، وكنت أتمنى أن لا يخوض فيه، ولكن الواقع أثبت أن الشيخ البوطي كان يسير فعلا تجاه ارتكاب أخف الضررين. أما هل هذا هو الذي يجري في غزة؟ عدو متربص يصرح بالعداوة والقتل التدمير المستمر، وله تاريخ عريق في هذا، أخذ القدس الشريف
ويحاول تهويدها ويحاول هدم المسجد الأقصى من أجل بناء هيكل لأعداء الإسلام سبحانه وتعالى. والله يا أخي إذا كان القادة في سوريا يريدون هدم الجامع الأموي ليعيدوا بناء معبد الإله حدد، والله لقلت لك يجب عليك أن تقاتلهم قبل أن تقاتل نتنياهو. لنكن موضوعيين في هذا الباب، ويجب علينا أن ننحي العواطف جانبا. هناك حكام ظلمة بلا شك، أنا معك، ومطالب الشعب محقة، أنا معك 100% فيما تقول، ولكن واحد يملك زمام البلاد جميعا وجيشه 9 أعشاره من المسلمين وأكثرهم من المغلوب على أمرهم ولا يستطيع أن يتحرك، ثم يطالبوننا أن نقاتل الجيش الذي يصلي، ليس القادة الذين لا يصلون، لا، الجيش الذي يصلي ويصوم ويسجد لله رب العالمين لكنه مكره على القتال مع هؤلاء الناس. هذا قياس فاسد، هذا قياس مع الفارق. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الخروج على الحاكم الظالم في أحاديث صحيحة صريحة، وهذا من شعارات أهل السنة والجماعة، لأضربن بها بين أكتافكم كما يقول أبو هريرة. يحرم علينا أهل السنة والجماعة الخروج على الحاكم الظالم الذي يعلن رسميا انقياده للإسلام، بينه وبين ربه لا أدري، هذا هو الظاهر، والله يتولى السرائر. أما العدو الكافر الصريح في كفره، المعادي، العدو التاريخي، من أين جاءت هذه المغالطات؟ جاءت من فريقين. الفريق الأول يقول والله يا أخي قضية فلسطين هذه عبارة عن كذبة وضحك على اللحى، ولا يوجد فلسطين ولا غير فلسطين، وكل هؤلاء أسوأ من الصهاينة، وعلينا أن نقاتلهم أولا. هذا فريق يقول هذا الكلام وموجود الآن، بعضهم ربما يعني منسوب للعلم. فريق آخر رأى ما حصل في بلادنا، وهم من الطيبين الصالحين المنتسبين لأهل السنة والجماعة، فقال إذن بالقياس على بما أن أولئك الناس قرروا أن بلاد المسلمين التي تجد فيها رئيسهم المنافق مثلا يصلي في الصف الأول وربما من غير وضوء، مثل العدو الصريح الذي يقول أنا أتيت من أجل هدم المسجد الأقصى، هذه مغالطة كبيرة ومكشوفة. لا يمكن لإنسان أن يدعي الإسلام ظاهرا ورسميا وينقاد لله سبحانه وتعالى أمامنا ويسجد لله رب العالمين مرغما مكرها، أن يكون مثل الكافر الأصلي الصريح المريح في حربه للإسلام. هنا حصل خطأ كبير وخلل كبير في القضية. إذن أنت من أعوان الظلم الذين يسوغون لهم ذلك الظلم. لا يا أخي، أنت من المساكين البسطاء الذين لا يفهمون الكلام. متى كنت عونا للظالمين؟ لا يحل طاعتهم وتحرم طاعتهم ويحرم الانقياد إليهم ويحرم سماع كلامهم في أي معصية من المعاصي، سواء كنت جنديا أو كنت قائدا أو كنت شيخا، هذا كلام لا خلاف فيه ولا نزاع. ولكن هل هذا الذي يستغل المناسبات الدينية ليعلن إسلامه وإن كان كاذبا مثل الإنسان الصريح في كفره؟ قواعد الدين تأبى هذا، وقواعد الدين تقول إن المسلم الذي يظهر الإسلام حتى وإن كان منافقا علينا أن نعامله معاملة المسلمين، ولكن لا يجوز لنا أن نطيع مخلوقا في معصية الخالق. فالمسألة مختلفة تمام الاختلاف، والذي يفتي بهذا إنسان مختل، لأن الكافر الصريح في كفره ليس كالإنسان الذي يظهر الإسلام.
وهذا الأمر الذي أقوله لا نزاع فيه بين أهل العلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.